أهلا وسهلا بكم في حلقة جديدة من أسرار شرق أوسطية. في مرفار هذا هو السر الكامن وراء المصاد الإسرائيلي وعمله في إيران. نحن ندرك في 27 من سبتمبر ما قاله نفتالي بنت الوزير الأول الإسرائيلي في الأمم المتحدة، وهو يشير بشكل مباشر إلى أن هناك على الأقل 3 مواقع إيرانية موجهة للتسليح النووي، وأشار إلى ذلك بشكل غامض، لكن في واقع الأمر هو أشار إلى موقع طهران الذي قصف، وأيضا مرفار، وأخيرا ما نقل في وثيقة الأمم المتحدة باسم تيركوزاباد. إذا نحن نتحدث عن 3 مواقع هي الأساس بالنسبة لما ترغب فيه إسرائيل في قصفه، يعني إعطاء ضوء أخضر للوصول إلى المواقع 3. أصيب 1 عبر درون، وهذا معروف، قريب من طهران، وكان واضحا أن الإسرائيليين جربوا بأن يضربوا في طهران قريب من العاصمة من أجل القول أن الوصول إلى الموقعين معا، أي مرفان وتيركوزاباد، كلاهما يمكن الوصول إليه، لأن الذي ضرب قريب من العاصمة عندما وصلت إسرائيل إلى إنجاز هذه العملية فالعمليتان الأخريان قابلتان للإنجاز. إذن هناك شيء هام للغاية، هي هذه الإشارة كأنها شرعية لإسرائيل استخدمت، وكان المقصود من هذا الخطاب الوصول إلى المواقع 3 كما ذكرنا. إذن هذه نقطة أولى. النقطة الثانية والأخطر منها أننا عندما يتأكدوا أن العملية التي أنجزت قريبا من طهران وما يسمى بالمواقع 3 والتي اختزلت في MTT، يعني بداية أسماء المواقع، هذه الحالة التي وقعت الآن هي التي شكلت قفزة بالنسبة لإسرائيل. ماذا أراد الإيراني إيصاله؟ أن الهدف الذي وصل إليه الإسرائيلي تم من 700 كيلومتر التي ما بين أذربيجان وما بين إيران، وهناك قاعدتان مسلمتان، ونحن نشرنا أيضا ما قاله الكونغرسمان الأمريكي في قلب الكونغرس حول موافقة أذربيجان. نحن نتحدث بشكل رسمي ونقلنا بالفيديو ما قاله تماما مسؤول كبير، شخصية ديمقراطية معروفة، وهو منذ الحرب الباردة وهو في البرلمان الأمريكي أو ما يسمى بالكونغرس الأمريكي. إذن لا شخصيته ولا طبيعة عمله ولا اتصالاته مع الاستخبارات تجزم بمثل هذه الخلاصة. إذن نحن نؤكد على أن الوصول إلى هذه المواقع 3 كان ضروريا بالنسبة لإسرائيل وبالنسبة لبنت، وجعل الحرب كلها، الحرب الإسرائيلية على البرنامج النووي، يختزل في المواقع 3. إذن هذه نقطة أولى. النقطة الثانية، بعد شرعية ما يسمى ببيان الوزير الأول أمام الأمم الجمعية العامة للأمم المتحدة، سنجد أن هناك رغبة في تصعيد مباشر في أذربيجان، ليس لأن أذربيجان تريد الحرب، إنما تدفع إليها دفعا ولا يرغب فيها لا التركي ولا الإيراني. ولذلك أتى أردوغان وبدها في نقلها إلى نخجوان، يعني من الحدود إلى نخجوان، من أجل تثبيت وضع جيوسياسي معروف بالنسبة للممر الأوسط تجاه تركمانستان، وهذا واضح جدا. وبالنسبة لإيران فهي لا تمانع في ذلك، إنما العملية كانت لإشغال الجيش الإيراني من أجل القصف. لكن واقع الحال أن إسرائيل تأزمت لسبب واحد، لأن طريق العراق غير واردة الآن ببساطة شديدة، لأن التقديرات التي قامت بها إسرائيل باتجاه ما يسمى ب
الجبهة الغربية الإيرانية لانطلاق إسرائيل عبر الأجواء إلى العراق، وقصفت فعلا انطلاقا من أجواء العراق ضد سوريا، لم يبح لها لنتيجة الجدار الموجود لم يبح لها الوصول إلى أهدافها، وهي حددت الأهداف الثلاثة. الأهداف الثلاثة كلها يمكن أن تصلها من أذربيجان، لذلك فهي تقف صدا هناك بأنظمة إلكترونية غير مسبوقة استفادت منها إيران من أجل تماما هذه الحالة، أنها لا يمكن اليوم اختراق مثل هذه الأنظمة، أو على الأقل إسقاط كما وقع للهيرمس 900 كأول تجربة. وبعدها فكرت إسرائيل في إرسال 5 إيرون مباشرة إلى أذربيجان، وهنا اعترض التركي لأن التصعيد في هذه الحالة سيسير أبعد، وحضرت الآلة العسكرية التركية إلى جانب الآذرية من أجل وقف مثل هذا التصعيد والذهاب بعيدا باتجاه مسألتين أساسيتين. أولا، حل إشكال الجمركي بالنسبة لشاحنات إيران المتوجهة نحو ناكورني كاراباخ، أيضا بالنسبة لما سمي بوجود عسكري إيراني في أرمينيا وهو غير وارد إلى حدود هذه اللحظة. لذلك فالعملية المدروسة حاليا هي عملية تتجه إلى المصالح، المسألة ليست طائفية كما نلاحظ، لأن أذربيجان هي الأولى شيعيا قبل إيران. في إيران هناك سنة وهناك أكثر من 20 مليون سني وهناك يهود وهناك، يعني الدولة الشيعية الأولى في العالم التي نسبتها مرتفعة للغاية لدرجة أنه يمكن أن الآذري يساوي شيعي، هي أذربيجان، هي الأولى عالميا وليس إيران. ورغم ذلك فإن إيران اليوم تحارب من أجل مصالحها تماما كما أذربيجان تسعى إلى مصالحها. هناك خلاف خطير ما بين النظام العلماني لإلام علييف وما بين ولاية الفقيه. هنا يرى الإيراني أن ما دام هناك إلام علييف فيمكن عبر القومية الآذرية 30% إلى 31% ثلث الشعب الإيراني آذري، لذلك فالقومية صعبة جدا إثارتها في هذه المرحلة. المسألة الثانية هي العلمانية والتيار العلماني الشيعي الذي يعتبر إلهام علييف جزءا منه، وبالتالي فإن الأمران معا القومي والأيديولوجي هو ضد إيران في إطلاق حرب ضد أذربيجان. فيما إسرائيل من جهتها فهي لا ترى المسألة على الإطلاق أنها طائفية، فهي ليست ضد الشيعة، ليست ضد حزب الله وضد إيران، إنما المسألة بالأساس هي مع الجميع لسبب واحد، ما يخدم مصالحها فهي معها ببساطة شديدة. لذلك فالقول على أي أساس يمكن أن تحكم الدول أو يدير رجل الدولة سياسات من هذا النوع تسمى سياسات الدولة، رجل الدولة يكون متنزها عن ذلك وإنما ينظر إلى مصالح بلادي بشكل براغماتي قد يكون متطرفا وبتكتيكات لتمريرها للوصول إلى أبعاد حقة أو مصالح عليا حقة لبلد محدد. إذن أهم ما يمكن اليوم أن نقوله هو إفشال المشروع الإسرائيلي بخصوص نقل الإيرو من تل أبيب من نيفيتيم باتجاه أذربيجان، هذا فشل. الفشل الثاني هو إشغال إيران في هذه المنطقة على وجه التحديد، رغم أنها لم تحضر لا الصواريخ ولا أيضا، وهذا مهم جدا، ولا ما يسمى بالطيران، أحضرت الدرونات وأحضرت الأنظمة الإلكترونية لإبعاد توجسات الحرب من جهة، ومهم أكثر أن تبقى الجبهات على ما هي عليه. فما الفائض فما كان فائضا هو الذي يستخدم الآن على الحدود، ولذلك فالإيران كانت مهددة بالإسقاط لسبب بسيط، لأن حالة الطيران الذي كان متوجها
وحاول الإسرائيل القيام بمناورة بهذا الخصوص اتجاه عملية على الأقل تمر عبر منطقة قد تعتبر محايدة أو معزولة. كان الإسرائيلي يرغب مع أرمينيا في الوصول إلى إطلاق على الأقل ولو هيرون واحد من أجل الوصول إلى تدقيق ما عليه الأمر بالنسبة للحدود الأذرية الإيرانية. المشكلة هو التهديد الذي حدث، ولذلك كانت الاتصالات مكثفة في قضية إسقاط الإيران من عدمه المنطلق من أرمينيا وهو إسرائيلي. لمن لا يعرف، العلاقات الأرمينية الإسرائيلية فهي أكبر بكثير تماما وتلعب نفس ورقة روسية، تريد أن تبقي نفس القدم في أذربيجان كما في أرمينيا، كذلك إسرائيل في أذربيجان كما في أرمينيا، نفس الخطوات بشكل كامل. إذا إشغال الجيش الإيراني في أذربيجان من أجل تحريك الجبهة الغربية في القصف فشل بشكل ذريع. المسألة الثانية بالنسبة للإيران المنطلقة من أرمينيا هددت بالقصف ثم عادت إلى قاعدتها. والمسألة الثالثة والأهم أن هناك إبعاد البيرقدار بشكل نهائي من طرف الأتراك لتخفيف هذا التصعيد، والمسألة لأن لا يمكن لتركيا أن تكون إلى جانب إسرائيل في حرب ببساطة شديدة. هذه قناعة مؤكدة لدى أردوغان، لذلك فهو يسعى جهد الإمكان. وأمام العلاقات التركية الإيرانية فهنا يتضح بشكل ما هي الخطوط الحمر بالنسبة للأتراك وللإيرانيين على حد سواء. إذا تعزيز الأنظمة الإلكترونية وإعادة نشرها على الحدود وتمريرها رغم وجود، لأن الإسرائيلي كان يرغب في شيء واحد، إحضار الدرونات بشكل مكثف جدا بالإيرون بالإيرمس 900 بغيرها من أجل إبعاد الأنظمة الإلكترونية حتى تبقى هذه الجبهة 700 كيلومتر مفتوحة لضرب إيران ولضرب مواقعها وخصوصا المواقع النووية. إذن هذا هو الشيء الوحيد الذي كان فيه حرب، كانت الأنظمة الإلكترونية الإيرانية الجديدة من شمس ومن غيرها، وأيضا بالنسبة لما عليه الحال لهيرمس وللإيرون ولغيرها. لذلك فالمسألة هي حرب إلكترونية سقط منها، وهذا الشيء المؤكد، سقط منها حوالي 40%. تخيلوا على أن لأول مرة تسقط إيران لهيرمس 900، لأول مرة ترد إيران عبر شبكتها الرادارية مباشرة بإسقاطها في عمق آذري بنسب لا يجب نشرها إلى حدود اللحظة. لكن هناك تنبيه بأن انطلاق هذا الدرون أتى من أرمينيا، وكان الاتصال بالقائمين الأرمينيين من أجل إبعاد هذا التهديد القادم من أرمينيا، وهو يلاعب في الحدود الآذرية الإيرانية. إذن كان فشلا ذريعا للإيران. والفشل الثالث هو عدم جر تركيا والبيرقدار إلى مثل هذه المواجهة، رغم أنها مواجهة درونية وأنظمة إلكترونية. المسألة الأخرى والمؤكدة هي أن ما نشرته وسائل الإعلام انكشف فيها ما يخططه الإسرائيلي على الأقل في هذه المرحلة على وجه التحديد. ولذلك فجميع القدرات الحالية التي يمكن اليوم الجزم بها أننا أمام حدود أخذت في خفض التصعيد كما ذكرنا البارحة تماما. وبالنسبة لإسرائيل اليوم سقطت هيرمس ثانية، وأهم من كل ذلك أنها أوقفت إيران في حالة هجوم. لذلك فإن نسبة نجاح الأنظمة الإلكترونية الإيرانية أثبتت فعاليتها واليوم على صعيد نشرها على طول الحدود الآذرية حتى لا يتمكن من خلالها الإسرائيلي من الوصول إلى المواقع الثلاث التي ذكرناها في وقت سالف والتي ذكرها نفتالي بنت بشكل واضح وبشكل لا يقبل الجدل. إذن العملية اليوم قد تصل إلى أبعاد أخرى. أولا الإيرون التي اكتشف
من طرف الإيراني من أين كان إقلاعها ويمكن تدمير المنصة لولا أن تكون على الأراضي الأرمينية، وكان هذا بمثابة إنذار لأرمينيا أيضا لأنها يمكن أن تشكل خطرا. فالمسألة لا تتعلق اليوم لا بأذربيجان ولا بأرمينيا، هذه المعلومة الجديدة هي التي تعطي أن أرمينيا وأذربيجان كلاهما مع إسرائيل. وبالنسبة لإيران واضحة بأنها ضد الصهاينة وضد الإرهابيين، يعني نقل الإرهابيين إلى هناك بين قوسين أو الصهاينة أو افتعال مشكل، هذا أساسي جدا. وعندما يذكر الإرهابي فالمخيف هو محاولة تسليح آذريين، وهذا حالة ممكنة. لذلك فهذه القومية الآذرية وأذربيجان الكبرى وغيرها هذه موجودة، وأيضا بالنسبة للتوجه العلماني كل هذا موجود فعلا وضد نظام ولاية الفقيه في طهران. إذا هذه هي النقطة الأولى بالنسبة للإيران وفشلها في حالة إطلاق من أرمينيا، في حالة إطلاق من إيران، هذه هي النقطة الأولى. النقطة الثانية والأهم أننا أمام ترتيب بالنسبة لهيرمس. هيرمس تحاول جهود الإنذار، هيرمس 900 أن تصل ثم يقع إسقاطها، يعني أن هناك تجريب بالإيرون عن بعد وأيضا بالهيرمس على الحدود، وكلا الدرونين لديهما نفس النتائج، وهذا شيء هام للغاية. المسألة الثالثة أن هناك قدرات حقة بالنسبة لإيران لمحاولة نشر المنظومة على كامل الحدود، وهذا الذي يمكن أن نصل إلى القول بشكل مباشر أن ما يجري الآن حول القزوين وحول جنوب القوقاز كله يسعى إلى معادلة جديدة، لأن هناك اليوم ما يسمى بالحد الأدنى للمصالح، هناك حد أدنى للمصالح ما بين روسيا وما بين تركيا وإيران في هذا الاتجاه، هناك حد أدنى من المصالح ما بين أذربيجان وأرمينيا مع روسيا، هناك حد أدنى أيضا من المصالح ما بين تركيا إيران وما بين تركيا وأذربيجان. إذن العملية التي يعتقد فيها الجميع كما كان سالفا في العلاقات الدولية أن المسألة مسألة حول هذا الجانب أو ذاك أو هذا الترتيب الأيديولوجي من ذاك، هذا منتهي. اليوم هناك براغماتية دولية عالية وهناك تداخل كبير يمكن فيه للدولة الواحدة مع دولة أخرى أن تتفق في هذا الملف وتختلف في هذا الملف وتجد صيغة للتفاهم بخصوص هذا الملف من ذاك، وتكون تنازلات في هذا الملف وأيضا ذاك إلى آخره. لذلك فالعلاقات الدولية التي يعتقد الجميع أن لا زال يفكر ويحلل بعقلية الحرب الباردة، هذا حرام وهذا حلال وهذا مع فلان فلن يكون مع فلان، فهذا انتهى زمنه. وتشبيك العلاقات الدولية الجارية اليوم هي تجري تحت سقف البراغماتية وتحت سقف ما يسمى بتنمية من متفق عليه وأيضا خفض التصعيد فيما لم يتفق عليه، وهذا هو السائر الآن، لأن المصالح العليا بالأساس هي التي تحكم الجميع. فأنت عندما تريد أن تصالح أو أن تصل إلى هذا فأنت تقدم وتعرف ماذا تقدم من تنازلات وهكذا. ببساطة شديدة ليس هناك حرب شاملة وليس هناك سلام شامل، بقدر ما هناك لا حرب ولا سلم، وفي هذه الحالة يكون القياس على المصالح قياس الحد الأدنى من إدارة هذه المصالح، وهذا ما يحكم العلاقات الدولية الآن. إذن هذه مجرد ملحوظة نغلقها لنؤكد على أن هناك خلاصة رابعة بخصوص الأنظمة الإلكترونية المجربة من طرف الإيرانيين ومن طرف الإسرائيليين على حد سواء. كيف؟ هناك منظومة إسرائيلية جربت لأول مرة على الحدود الآذرية الإيرانية وسحبت إلى إسرائيل في 24 ساعة الأخيرة، سحبت إلى إسرائيل، جربت لمدة تزيد عن 75 ساعة وثبت أنها غير قادرة على هذه المواجهة فعادت إلى إسرائيل. إذن العملية التي سير عليها النقل من الحدود إلى باكو ومن باكو لأول مرة
عبر الأجواء الأرمينية إلى إسرائيل. هذا يفيد من جهة أننا أمام تطور هائل بالنسبة لإسرائيل في تعاونها مع الأرمن، مع أرمينيا ومع أذربيجان، من أجل الوصول إلى شيء واحد، الوصول إلى أهدافها في إيران. وهي التي حاولت تجريبا، هي أرسلت لإيران لسبب واحد، وأرسلت أيضا النظام الإلكتروني من أجل تجربة ما سمي بسيناريو T4. T4 كما هو معلوم هي قاعدة في سوريا، وهذه القاعدة كانت فيها درونات قصفت في فبراير 2018 وقصفت في ماي 2021، قصفت مرتين لسبب واحد، للوصول إلى إمكانية نفس السيناريو في داخل إيران. كان هذا مهما جدا، وأن الدرونات لا تحمي نفسها. أما حاليا فإن النظام الإلكتروني على الحدود اليوم في أذربيجان في إيران سمح بشكل مباشر برد الإيران والإرمس 900، وأخيرا وهذا هو الأهم، أن جميع تنشيطات المقاتلات أو تنشيط المقاتلات عبر هذا النظام الذي سحب إلى إسرائيل للمرة الأخيرة، سنرى أن المقاتلات لن تجدي نفعا أمام هذا النظام الجديد الإيراني. هذا لا يعني شيء سوى أن هناك قدرات اليوم تجاوزت ببساطة إسرائيل ومنعت الحرب. منعت الحرب ليس كما ترغب إسرائيل، إسرائيل ترغب في استنزاف أو على الأقل في إشغال من أجل الضربة، إشغال الجيش الإيراني بمساحة ومسافة كبيرة، هي 700 كيلومتر، يمكن فيها حالة خلق تنازع في 700، فإعادة انتشار في 700 سيخلي، هذا مهم جدا، سيخلي إيران من الداخل أو سيفرغها من الداخل. كذلك الشأن بالنسبة للتحول الصراع إلى صراع قومي، وهذا شيء هام، سيدفع الإيرانيون في ثمن وسيدفع الأتراك في ثمن، لأن الأمة أو القومية التركمانية أو التركية والأمة الفارسية سيكونان على نهج واحد، ومجرد تحويل الصراع إلى صراع قومي وأن يكون بعيدا عن التغليف الديني لأردوغان وولاية الفقيه، فهذا سيضع المنطقة تحت النيران التي لن تخمد أمام إيران الكبرى أو فارس الكبرى وأمام أذربيجان الكبرى وأمام تركيا الكبرى أو ما يسمى الإمبراطورية العثمانية أو التركمانية أو التورانية، الإمبراطورية التورانية. هذا الذي يريد أن يصطاد منه الإسرائيلي تماما ما هو مرغوب فيه، لأنه كما يقرأ في التاريخ ولثلاثة آلاف سنة وجدنا على أن دائما هناك إشعال حروب للاستنزاف من أجل وضع إسرائيل في الأجندة. إذن بالنسبة لإيران وتركيا يعلمان جيدا كيف يتعاملان بشكل جيد، وبالنسبة للإسرائيلي فشل في محاولته إلى حدود هذه اللحظة أمام قصف ثلاثة مواقع على الأقل، وأهم من كل ذلك أننا أمام نظام إلكتروني إسرائيلي عاد أدراجه إلى إسرائيل عبر طيران أرمينيا. شكرا جزيلا وإلى اللقاء.